ربما هذا الحبيب الذي تسأل عنه، لا ربما لا، يعني ما تقوله الكارت أن هذا الحبيب يعني لم يكن مخلص، لم يكن مخلص يعني لا مرة ولا مرتين، يعني مرات عديدة. واخا أنت حبيبي عليك أن تقرر، هذا ما يقوله هذا الكارت، يعني هذا أنت عزيزي، أنت الملكة وأنت الأمبراطورية، الأمبراطور عفوا، يجب أن تتصرف في هذه المرة بحكمة وبعقلانية، ويجب أن تختار ويجب أن تقرر، هذا ما تقوله هذا الكارت. هذا الحبيب يريد العودة، سيعود. لماذا؟ لأن يرى فيك تغيير، يرى يعني التي يرى أن يعني أصبحت أنت تسيطر، هذا تسيطر على حياتك، أصبحت أنت تقود سيارة حياتك، ترون يعني هذا يعني يحمل العالم، يعني هذا أنت يعني العالم الآن، أنت من يعني من تسيطر على حياتك، هذا ما تقوله هذا الكارت. ولم تعد تنتظر هذا الحبيب، لم تعد تنتظر هذا الحبيب، أنت بدأت تفهم، نعم، كأمبراطور جاد وأمبراطور يعني يفكر قبل أن يتحرك وقبل أن يتصرف، أنت بدأت تفهم أنك لا تحتاج لهذا الحبيب. طبعا كان هناك حب جميل، وطبعا هذا الحبيب ما زال يحبك، لكن هذا الحبيب يعني لديه اختيارات أخرى ويتبع هذه الاختيارات، يعني كارت واضح يعني وضوح الشمس، نعم هذا يعني بجوج بهم، وكانت يعني خيانات قوية وليس واحد مرة واحدة، مرات عديدة. واخا هذا ما تقول هذا الكارت، واخا لكن حبيبي الحياة ستتغير، لا غود لا فورتون، تقول أن حياتك ستتغير للأفضل. قلنا أنت الآن بدأت يعني بدأت تتطور، بدأت يعني هذا الحبيب، شوفوا يعني شوف هذا الحبيب يريد، لماذا يريد أن يأتي ويعود؟ لأنه يراك تغيرت، يرى فيك حركة، هذه الملكة هي ملكة الحركة والتي تقود وتسيطر على حياتها. واخ طاقتك أنت هي النضج، أنت في تطور، أنت في تقدم، يعني حياتك يعني ستتغير للأفضل، رغم أن المشاعر ما زالت حية، ما زالت حية المشاعر، وهذا الحبيب كذلك يحبك رغم أنه يعني يتصرف كالمجنون، لكنك أنت حبيبتي الآن تتصرفين بحكمة، أنت الآن أصبحت يعني تستمعين لذكائك، واخا لذكائك ليس فقط لقلبك، واخا وانت قويه الان، شوفي يعني الكارتات جميله قويه وواضحه، تتكلم عنك انت حبيبتي لانك عانيتي بزاف وبكيتي بزاف، واخا انت تقود الان، انت تقودين عربه حياتك، يعني انا اتكلم لان يعني الاغلبيه نساء، وهنا ارى ملكه، الان اصبحت ملكه حياتك، واخا أنت يعني فهمت أنك لا تحتاج لهذا الحبيب لتكون قويا، هذا الحبيب قد يكون مائي، عقرب، سرطان وحوت، قد يكون كذلك ناري، حمل، أسد أو قوس، صافي هذا ما أراه الآن، واخا مائي أو ناري طاقة هذا الحبيب. أنت الآن قوي، قوي، لا تحتاج لهذا الحبيب لتكون قوي، لأن وجدت قوتك الداخلية، واخا على الأقل لتكون يعني لتكون سعيدا، أو على الأقل لتجد سلامتك، سلامك الداخلي، واخا. وهنا تقول هذا الكرت أنه سيحدث هناك توازن والعدل، نعم العدل، العدل السماوي، واخا أنت ما زلت تحب هذا الحبيب، لكن بدأت تعطف على نفسك، أنت تفكر في نفسك، بكيت بما فيه الكفاية، يعني هنا يعني بكيت كثيرا،
لكن هذا يكفي. من جهة أخرى، هذا الحبيب هو كان يعتقد، لم يكن يعتقد بل كان متأكدا أنك أنت في حوزته، يعني هو كان يعني كان يعني كان فراسو أنك في يدي، وما غاديش تفلت أبدا أبدا، يعني كيعرف أنك كتبغيه وأنك أنك تحبينه إلى يعني إلى حد، يعني أنت موتيف، يعني هو يعني الغرور، هذا الحبيب يعني بسبب الأنا العالية والغرور هو كان يفعل ما يحلو له وتتكرر، واخا هو كان يفعل ما يحلو له، تفهم، واخا يفعل ما يحلو له، يذهب ويعود ما تشاء، يتصرف كما لو أنه لم تكن له مسؤولية وكانت له مسؤولية عاطفية معك. نعم، هي كانت يعني أنت كنت تحبه وهو كان يحبك، لكن هو يعني تصرف صبياني، يعني هذا الحبيب فارغ من داخل دياله، ولا ويبحث عن أشياء أخرى ليرضي أو ليملأ هذا الفراغ، لذلك كان يذهب هنا وهناك. هو كان يعاملك كما لو كنت أنت كنز ثمين، لأنها تتكرر يعني كرت الملكة الجميلة الثمينة الراقية الغزالة، واخا كان يعني بالنسبة له أنت كنز ثمين، كيخبعك في صندوق، واخا يعني يضعك في صندوق، كنز ثمين في صندوق، يغلقه بالمفتاح والمفتاح بيده، واخا بينما هو يبحث عن لآلئ أخرى، واخا هذا حبيبي أو حبيبتي، هذا ستان بيغات دامو، يعني قرصان، قراصنة، قرصان يعني لص الحب، واخا يبحث يعني عن كنوز أخرى رغم أن الكنز الثمين موجود في حياته وهو يعرف ذلك. شوفوا يعني كرة الشمس، الجمال الداخلي والخارجي، الكمال يعني النور، أنت نور حياته، رغم ذلك هو دائما كان يعيش في الظلام ولا أعمى، يعني لا يرى هذا النور، واخا حبيبي أو حبيبتي. إذا أنت تحررت من قيودي، يعني من قيوده، وتفكر في نفسك، وأنت الآن قوي، أنت من يعني أنت قوي، يعني أرى هنا كارتة الحركة، أنك قوي وتريد أن تفعل وتتحرك وأن تبدأ طريق جديد وأن تفعل أشياء جديدة وتتحرر من هذا يعني من القيود العاطفية، لأن هذا الحبيب يعني بكاك يعني دموع الدم، واخا وبفضل هذا، بفضل هذه القوة وهذه وطاقتك، يعني طاقة النضج وطاقة يعني التفكير الحكيم، وأن تحب نفسك ولو قليلا، ليس فقط الحبيب، لأن أنت كنت يعني غير الحبيب فقط، رغم أني أصر هذا الحبيب كذلك يحبك، إلا أنه يعني يهرب يذهب ويعود ويلعب، يبحث عن لآلئ أخرى، وهذا غير يعني هذا ليس منطقي، هو يحبك لكن يبحث عن لآلئ أخرى، لماذا؟ لأنه مريض، لديه فراغ عاطفي ويجب أن يملأه، هو أعمى لا يرى أن الشمس في حياته شمس نوري، والآن هو في الظلام، هو في الظلام، ولذلك يبحث عنك الآن، ما يعني فات الأوان، سي ترو تار، يعني فات الأوان. هو يعود أخيرا لكن في وقت متأخر، لأنك أنت الآن يعني طاقتك هي الشجاعة، القوة، الصرامة، أنت حازم، أنت يعني لم تعد تثق في هذا الحبيب لأنه لم يقدرك، رغم أن أصر هناك حب، هذا مجنون، ما كيعرفش يتصرف، لا يقدرك رغم أنه يحبك، لذلك أرى ندم كبير بزاف، ودموع هذا الحبيب يعني ما بكيته أنت سيبكي هو هذا الحبيب، واخا هو الذي سيبكي في الأخير، يعود لحياتك، سيحاول بكلمات جميلة، سيحاول بوجه نبيل لكي تعطف عليه، لكن حبيبي القرار قرارك، أنت تعلمت من هذه التجربة و
أغلقت الباب. لماذا؟ لأنك أصبحت قوي وحكيم وذكي، رغم أن يعني في قلبك مشاعر نبيلة وجميلة تجاه هذا الحبيب، لكن أنت أغلقت الكتاب عزيزي برج الجدي. أتمنى أن تكونوا قد فهمتوا القراءة، هي ليست قراءة سلبية أرجوكم. يجب أن تفكروا أحيانا حينما تكون المعاناة هكذا ولا تتغير، وهذا الحبيب يتلاعب يلعب ويتلاعب، يعني أنت يجب أن تفكر في حياتك. وهذا ما تقوله الكارت، كانت بالنسبة لي قراءة إيجابية لتفكر قليلا في نفسك. واخا لنرى ما هي رسائل الرسائل السماوية. التأمل، طبعا هذا ما قلناه في البداية، لغميت يعني احنا بدأنا بكرت التأمل، هذا كرت التأمل والبحث عن الحقيقة والبحث عن السلام الداخلي. واخا الله، شوفوا لا هذا لا فورس لا قوة الإرادة، وهذا ما قلنا، قلنا أنك يعني ستكون قويا، امرأة قوية تعرف طريقها، تقود نعم سيارة حياتها وتسيطر على حياتها، ليس فقط يعني لا تترك القيود العاطفية تسيطر على حياتها، لأنك تنهارين وتغرقين في هذا الحزن وهذه الكآبة التي لا تنتهي أبدا، رغم أن هذا الحبيب نعم يحبك لأنها تتكرر ويحبك كثيرا، لكنه مجنون. شوفوا الذكاء السماوي، يعني أنت الذكاء السماوي، يعني الله رغم أنك تعاني وتحب هذا الحبيب، الله سيعطيك قوة لكي تكون قويا وتتغلب عن هذه المشاعر، لأن النتائج لم تكن من هذا الحب سوى المعاناة والمعاناة، ويجب أن تكون ذكيا، وبالتالي أنت ذكي، والآن هذا الحبيب يعود. طبعا القرار قرارك، أنا أرى أنك تعبت، ولكن طبعا ما دام هناك حب القرار قرارك أنت، فما دام هناك حب مهم، أنا لن أقول ما يجب أن شوفوا هنا، هنا يعني حديث، هنا حديث يعني حديث بالقلب، نعم هذا الحبيب سيتكلم عن مشاعره. طبعا نحن قلنا أنه يحبك، وأنا قلت لكم أنه سيأتي بكلام جديد، وهذا تقول كذلك، يعني كلام من القلب. هذه الكرت تقول أن تسامح وتتعلم من يعني التجربة. واخا الكارت الأخيرة الزواج، هذا الكارت تتكلم عن الزواج، ربما أنت ستسامح هذا الحبيب في الأخير، والنهاية ستكون الزواج. واخا هذا ما تقوله هذا الكارت، والقرار قراركم دائما، أنا دائما أقول أن تستمعوا لقلوبكم، لكن أحيانا يجب كذلك أن نستمع للعقل أحيانا، لكن القلب لن يخدعنا أبدا، حتى وإن خدعك القلب لكن أنت تعيش تجربة ويجب أن تتعلم منها، وأحيانا يجب أن نغلق الكتاب، وأحيانا نترك هذا الكتاب مفتوح حتى وإن تكررت يعني الوضعيات والتجارب، يعني نفس التجارب. أخا هذا القرار قراركم، القراءة كانت واضحة، كنتمنى لكم الخير، الله يحفظكم ليا، يا الله تتحقق كل أمنياتكم، يا رب يغطيكم برضاه وبحمايته السماوية، كنتمنى لكم الخير، أحبكم كثيرا.